هنطلع بس نشوف احتفالات فروع النادي الاهلي المختلفه سواء في الاقصر او في مدينه نصر او في فرع الجزيره او في الشيخ زايد. شوف احتفالات النادي الاهلي بالسنه الجديده. يعني كابتن خالد، سنه جديده مع احتفالات النادي الاهلي وسنه عدت الحقيقه كان فيها انجازات كتيره جدا يا كابتن خالد. طبعا والسنه دي طبعا كانت يعني بالنسبه لنا يعني مش عايز اقول لك يعني كان فيها حاجات كتيره جدا صعبه واحداث الكورونا، وعايز اقول لك يعني احنا في احداث كورونا كنا شغالين يعني مش عايز اقول لك اسرار وكده يعني تقريبا يعني الكابتن كان شغال كل يوم فتره كورونا، ما كانش قاعد ما كانش بيرتاح. الناس كلها كانت القفله والبلد كلها كانت يعني الامور كانت صعبه جدا، انما الكابتن كان شغال وكان بيخطط ازاي يعني بعد ما نرجع الدنيا تبقى ماشيه ازاي. فبصراحه يعني الواحد انا شفت بعيني طبعا التعب بتاع السنه اللي فاتت وازاي التحضير لكل اللي حصل ده. اللي حصل ده يا جماعه ما جاش صدفه، جه كده، لا ده جه تعب كبير جدا من يعني من كابتن خطيب طبعا تعب قوي، وكان ما فيش يعني ما كانش بيسيب اي حاجه معديه كده، لا كل حاجه كانت محسوبه بالسنتي، كل حاجه كانت بيعمل لها حساب، والحمد لله ربنا كرم وقدرنا يعني نختم السنه بثلاث بطولات محترمين جدا مميزين نبني عليهم في اللي جاي بقى ان شاء الله، ونقدر نعمل حاجه احسن. يعني جمهور النادي الاهلي يستاهل اكتر من كده، يعني معاك انت ونجوم اللي معاك عارفين يعني ايه جمهور النادي الاهلي وراك بيساندك بيساعدك، يستاهل اكتر من كده. احنا خدنا كل حاجه من جمهور النادي الاهلي، دي ابسط حاجه نقدر نديها له ان احنا نخليه يبقى مبسوط، دي ابسط حاجه يعني. ايوه، واحنا بنتكلم معاك يا خالد زي ما انتم شايفين كل جمهورنا وجمهور شاشه قناه النادي الاهلي، احتفالات كل فروع النادي الاهلي سواء فرع الاقصر زي ما حضراتكم عارفين الاقصر، وايضا فرع الشيخ زايد وفرع الجزيره وايضا فرع مدينه نصر، وكل الفروع الحقيقه زي ما حضراتكم شايفين احتفالات كبيرة جدا 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 بالسنة الجديدة. سنة جميلة، وخالد معانا برضه بركات، سنة جميلة يا عم نصر. طبعا سنة سنة بالصلاة على النبي 2021 دي هتبقى لبل. كل سنة وانت طيب ان شاء الله، والله هتبقى 10 على 10. لا طبعا هو جميل طبعا كمان ان انت تجيب خالد بيبا اسلام على التليفون، لان خالد يعني من الناس اللي عصرناهم يعني، هو يعني كابتن علينا هناك في النادي طبعا، وجي قبل مننا وعمل حاجات حلوه كتير قوي وكملها معانا فعلا، يعني من اللعيبه المحترمين اللي الواحد فعلا كان ليه الشرف ان هو لعب معاها واضاف لنا كتير جدا جدا. فيعني انا سعيد ان انا بسمع صوته كمان النهارده، وعايز اقول له بالتوفيق يا خالد ان شاء الله. وزي ما سيد قال يعني يمكن سيد بيتواجد ومتابع يمكن اكتر مني، ولكن يعني انا على ثقه ان انت هتقدر بقى زي ما بيقول تطلع لنا لعيبه مش زيك، لا واحسن منك كمان ان شاء الله. يا رب يا رب كابتن بركات. لا انا عايز اقول لكم يعني اطمنكم يعني كده، واحنا مبسوطين طبعا والاحتفالات قدامنا كفايه ان انا بحتفل معاكم، دي حاجه تسعدني ان انا طالما مش قاعد معاكم ان انا بتكلم معاكم، دي حاجه تسعدني يعني الجماهير المصري كلها ان يبقى في نجوم من نجوم النادي الاهلي بيحتفلوا معاهم في اول السنه الجديده. يعني في حاجات كويسه جدا في قطاع ناشئين النادي الاهلي، مليان بالمواهب على في كل الاعمار السنيه، ويمكن كابتن سيد موجود طبعا بيتابع بصفه مستمره. وعايز اقول لكم بقى كابتن سيد عنده حته جوهره اتفرجوا عليها كمان ثلاث اربع سنين هتكسر مصر كلها ان شاء الله. ان شاء الله حاجه محترمه جدا، شخصيه قبل ان هو لعيب كوره شخصيه النادي الاهلي موجوده موجوده فيه، واحنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا الفترة دي ان يبقى كل الولاد عندهم شخصية النادي الاهلي ونربيهم على ازاي النادي الاهلي يبقى ربنا يبارك لك يا عم خالد. يعني بص يا عم خالد بص دي بص والنبي دي اهي، بص ديت عامله ازاي، انت بتحب دي يا عم خالد اللي هي الموزه اللي هي مسلوقه هيجيبها لك دلوقتي بس بعد ما اخلص الاحتفالات على طول عشان دلوقتي في الاحتفالات. والله العظيم ثلاثه يا عم خالد تنورت كده، عارف انت فين ومدينه نصر و6 اكتوبر وكله يا ابني اصبر عم خالد بيبو والله العظيم انا بحبك في الله تعظيم سلامه عم بيبو كل ده ما فيش.
يعني يا بيبي واحنا بنتفرج واحنا بنتفرج يا بيبي وانا عامل اعمل كده وانت هنا يا بيبي. لا انا سيبني اتكلم بقى يا اخي, سيبني اقول الكلمتين. انت بقالك ساعتين الا ربع, مش هتسيبني 10 دقايق. مازع عم خالد بقى. لا ده طبعا زي ما احنا شايفين احتفالات فرع الاقصر في للنادي الاهلي. طبعا الحقيقه افتتاح برضو فرع الاقصر في السنه دي يا خالد, اعتقد ان هو لان انت كنت واحد من الناس اللي متواجدين هناك, اعتقد ان يعني ان احنا نروح لجنوب مصر ونقعد مع اخواتنا الصعايده وحبايبنا هناك, اعتقد ان ده شيء ملفت وشيء جيد جدا. احنا رحنا فرع الاقصر وهو بدايه الاشتراكات, كنت موجود هناك انا وكل الاداره التنفيذيه بتاعه النادي كانت موجوده هناك. طبعا على طول محمد بن مرجان المدير التنفيذي للنادي كان موجود هناك, ورحنا شفنا كل تفاصيل النادي موجود هناك. طبعا حاجه محترمه جدا. النادي تقريبا جاهز بشكل تام في كل الامكانيات. انت بطلع لك كوارع. كمل يا خالد اتفضل. مش عارف اكمل. وناصر في الكوارع. ناصر عايز يجيب لك كوارع. انا عايز افتح نفسك بس. انا عايز يجيب لك كوارع. فرحانين بقى يا اخي, بقى فرحانين. عايز يجيب لك كوارع. والنهارده ايه ده الخميس؟ بس انت على الصوره وري لهم الكوارع بقى. يلا أي يلا أي يا لهوي خالد. معلش برضو بنبص على الكوارع. معلش يا باشا, انا عاوز بس اعمل لك طبق كده يا عم خالد بس كده, ده يريحك نفسيا جدا. بص اهو, بص يا نهار ابيض اهو. بص اهو, بص كل ما اطلع من الحله اطلع حاجه. بص ايه ده, ايه ده الحكاوي. ايه الحكاوي؟ ايه بقول لك ايه يا بيبو, ما انت لو قريب تعال لنا, وانا عارف ان انت قريب اهو. هيجي يا لهوي. هعدي الشارع بس. ايه ده؟ إيه طب ما تعدي وتعالى. والله بجد مش تعالى. انا جاهز يا باشا, شغال 24 ساعه. عم خالد بيبو تعظيم سلام الشيخ زايد مدينه نصر, الصلاه على النبي النادي الاهلي. كده صحيح على بعد 23 جنيه. اعلى كمان 24. اعلى كمان صح كده. يلا يا باشا بالصلاه على رسول الله. يا بيبو هتيجي كابتن اسلام؟ انا شايف ان احنا مش هينفع نتكلم في التليفون. انا هجي لك دلوقتي عشان. طب يلا يا نجم تعالى, والله مستنيينك. طيب يلا يلا مستنيينك. يلا طيب ماشي. سلام عم النبي. حبيبي يا عمي. بس الحق بقى عشان الحق بقى. اهو اهو الحق بقى. ايه ده؟ الحق بقى يا عم خالد. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ طب اكمل الحلقه. يلا. طب لبسي طيب. يعني زي ما حضراتكم شايفين احنا عايشين في اجواء كاننا قاعدين في بيتكم, قاعدين مع حضراتكم طبعا علشان يعني نستمتع بيكم الحقيقه, ونستمتع بجمهور النادي الاهلي في كل انحاء العالم. الحقيقه حاجه جميله جدا, وناصر عامل لنا شغل جامد جدا وعامل لنا. لا هو على طول كده يعني. خد بالك هو ناصر من زمان, من ما احنا ما كنا يعني كنا بنلعب وهو على طول كده. حتى هو يفضل دايس عليك في التليفون. طب ابعت لك ورقه. طيب والله يا ناصر انا متغدي. ولا لا هبعت لك انت جعان بس مش واخد بالي. كل واحد ليه شوكه وسكينه. يلا يا نجم يلا يلا نسر المكالمات ونعيش في 21 ونجهز التورتات ونحط السكينه ونقطع التورتات. يا سلام. طيب ممكن نطلع فاصل ونرجع. يلا يا باشا بالصلاه على رسول عملاء الكرام في كل مكان. اعزائي المشاهدين, عم اسلام, عم سيد معوض, تعظيم سلام عم بركات. محدش يروح في اي حته من هنا من مطبخ البرنس. محدش يروح في اي حته. تعظيم سلام.